أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة انطلاقا من حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وضمن جهود المحافظة الجنوبية في تعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية بالتعاون مع الإدارات الأمنية، أقامت المحافظة حملة التطهير الاحترازي في منطقة الرفاع الشرقي بالشراكة مع الإدارة العامة للدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من المتطوعين. وبهذه المناسبة شهد سمو المحافظ بالشراكة المجتمعية القائمة والجهود المبذولة من قبل رجال الأمن والمتطوعين، مؤكدا سموه أن حملات التطهير الاحترازي تأتي من منطلق تعزيز الوعي وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وقد اشتملت حملة التطهير الاحترازي التي أقيمت بمنطقة الرفاع الشرقي تطهير المرافق العامة بمشاركة المتطوعين الذين ساهموا بدورهم البارز في المسؤولية المجتمعية التي تندرج وفق مبدأ الشراكة المجتمعية لتعزيز الوعي والتباعد الاجتماعي من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة. حسب توجيهات سيدي سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية، تقيم اليوم المحافظة الجنوبية تباعا حملة التطهير الاحترازي منطقة الرفاع الشرقي، واللي تأتي ضمن سلسلة من عمليات التطهير اللي راح نغطي فيها مختلف مناطق في المحافظة الجنوبية. طبعا بنسمع عن حملة اليوم هي بالتعاون مع المحافظة الجنوبية والإدارة العامة للدفاع المدني ضمن توجيهات سمو المحافظ الشيخ خليفة بن علي الخليفة، ان هذه مو بأول حملة مثل ما ذكرنا، ودائما بتكون في حملات ان شاء الله موجودة، ونشكر جميع المتطوعين اللي حضروا اليوم لأن هاي الواجب الوطني وهاي شيء مو بغريب عليهم، وإن شاء الله الحملات راح تستمر حتى في العيد بإذن الله تعالى من خلال التعقيم والتعقيم الاحترازي. طبعا نشكر المحافظة الجنوبية برئاسة الشيخ خليفة بن علي على المبادرات اللي يقومون فيها، الكل الموجود هنا للأمانة قاعد يقدم شيء بإحساس اتجاه الوطن على أساس يعطي ولو جزء بسيط ويرد الجميل حق الحكومة وقفتهم معانا طول فترة الكورونا، فربي يوفق الجميع إن شاء الله، ونتمنى ان يا رب يزول هاي الغمه علينا كلنا وترجع البحرين مثل ما كانت واحسن بفضل قيادتها وشعبها والجماعه الموجودين هنا كلهم.